السلام عليكم. ننطلق سريعا في حلقة بها الكثير من الألغاز عما حدث في مباراة الأهلي وفلامينسو واستعداد الزمالك للسرجادة وما هيحدث في الدوري المصري من مفاجآت واستعداد بيراميدز وعدد كبير من غيابات لاعبي بيراميدز أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا والكثير والكثير عن هذه الحلقة. كل طلب منك أن تشترك في القناة وتفعل زر القناة ليوصلك كل ما هو جديد. ونبدأ سريعا وننطلق من العقدة مستمرة، عقدة الأهلي مستمرة بفشل بلوغ الأهلي إلى نهائي مونديال الأندية للمرة السادسة لنادي الأهلي بعد الهزيمة أمس أمام فلامينسو بهدفين مقابل لا شيء لكل من جون أريس وفي الدقيقة 71 واللاعب جون كندي في الدقيقة 90، هدفين أكثر من رائعين لهذه اللاعبين. وتحدثنا أمس في حلقة أمس عن هذا اللاعبين وعن فخ فلامينسو لنادي الأهلي في إزاي يقدر يعود سريعا إلى اللقاء وإزاي يقدر يرجع، وكولر يفشل في تخطي هذه العقبة ويفشل في الاستمرار في الوصول إلى النهائي لينتظر الفائز من مباراة اليوم بين مانشستر سيتي وأورارا ريدي ديمانز الياباني في مباراة هي الأصعب في هذا اليوم. ومن سيفوز سيلتقي مع فلامينسو يوم الجمعة القادم، ومن سيخسر أيضا سيتقابل في نفس اليوم مع الأهلي المصري. والأهلي يفكر في البرونزية حتى لا يعود إلى مصر بدون أي ميدالية، يسعى الأهلي بالفوز بالبرونزية في هذا الوقت. سريعا لدينا الكثير في الدوري المصري. الإسماعيلي يواجه زد وديا الخميس المقبل استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي في أول العام الجديد. إيقاف اللاعب إيار عسقلان الإسماعيلي، وسبب الإيقاف هو الطرد المباشر للمباراتين عشان بعض الأشخاص التي تحدثت معها على الخاص وقالت لي أن بعض اللاعبة الإيقاف بيكون لمباراة واحدة، ولكن في حالة الانذارين الإيقاف مباراة واحدة، وحالة الطرد الإيقاف لمباراتين. سريعا كده الإسماعيلي يعود للتدريب الجماعي اليوم على فترتين صباحية ومسائية استعدادا لمباراة زد يوم الخميس القادم استعدادا لمباراة المصري في الدوري المصري في الجولة العاشرة من الدوري المصري. نتمنى لدرويش مصر ودرويش مصر والدرويش العرب الفوز، ونتمنى لديربي القناة يليق باسم الفريقين المصري والإسماعيلي. سريعا كده إيقاف أو إعلانت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم عن عقوبات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري دوري نايل الدوري المصري عن العقوبات. العقوبات كالآتي: إيقاف ثنائي طلائع الجيش فريد شوقي وإسلام سعيد لكل منهم مباراة واحدة بسبب الطرد لحصولهم على إنذارين في مباراة المقاولون العرب التي انتهت بفوز المقاولون العرب، وإيقاف مدافع الإسماعيلي إياد عسقران لمباراتين بسبب الطرد المباشر. سريعا كده الزمالك جاهز لمباراة سرجان غدا، مباراة صعبة وهمة بالنسبة للزمالك، ولكن في كلا الحالات الزمالك متصدر هذه المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه أبو سليمة 6 نقاط، يليه سجرادة اللي هيقابل الزمالك غدا في مباراة هامة بالنسبة للزمالك وبالنسبة لعاشقي الأبيض. وفي نهاية هذه المجموعة صور الذي ليس لديه أي نقاط بعد 3 جولات وثلاث هزايم وسيلتقي مع أبو سليمة. في حالة تعادل أبو سليمة وفوز الزمالك يتصدر رسميا الزمالك إلى دور 32 في الكونفدرالية الأفريقية. مباراة صعبة ومباراة هامة، ولكن الزمالك كامل العدد أمام سجرادة في مباراة هي الأهم بالنسبة للقلعة البيضاء وبالنسبة لعشقي الأبيض. سريعا كده إكرامي شريف إكرامي يستعد لحماية عريم بيراميدز بعد غياب 14 شهر بسبب الإصابة. اللاعب سيكون متواجد بنسبة كبيرة في مباراة سان داونز اليوم، مباراة صعبة لسان داونز بسبب مشكلة أو المجاميع. أريد أن أبلغ أيضا أن غياب بيراميدز في هذا اللقاء أمام سان داونز 5 لعيبة ومؤثرين وهامين بالنسبة لفريق بيراميدز في ظل تراجع بيراميدز في الأسابيع الماضية في مسابقة الدوري المصري.
سريعا كده، غياب بيراميدز في هذا اللقاء احمد الشناوي وابراهيم عادل واسلام عيسى محمود مرعي ورمضان صبحي. طبعا احمد الشناوي سيغيب لفتره بسبب كسر في ضلع الايمن لاحمد الشناوي في مباراته الاخيره. سريعا كده الجوله او جوله بيراميدز وصن داونز معقده قبل انطلاق الجوله الرابعه من الدوري او دوري ابطال افريقيا. المجموعه او مجموعه صن داونز وبيراميدز معقده، بيراميدز يتصدر هذه المجموعه، او اريد ان ابلغ ان لا يوجد اي نادي قبل المواجهه الرابعه في هذه المجموعه لا يتصدر هذه المجموعه. هتقول لي ازاي؟ اقول لك انتظرني يا صديقي، لاني المجموعه دي صن داونز لديه 4 نقاط وبيراميدز 4 نقاط ومازيمبي 4 نقاط ونوزيبا 4 نقاط، كل منهم 4 نقاط، فمن يتصدر المجموعه سنعرف بعد هذه الجوله الجوله الرابعه في دوري ابطال افريقيا. سريعا كده تاجيل مباراه الاهلي وشباب بلوزداد، وحتى الان لا نعرف متى ستكون اللقاء بعد هزيمه، اكيد تحديدها سيتحدث بعد هزيمه امس للاهلي. سريعا كده اهم لقاءات اليوم، في السادسه سيلتقي في الكونفدراليه الافريقيه مباراه صن داونز وبيراميدز في مباراه هامه بالنسبه لبيراميدز وبالنسبه لمحبي البطوله الافريقيه. في نفس السياق واهم مباريات اليوم، في العديد من المباريات في دوري ابطال افريقيا، ولكن ما يهمنا في هذا اليوم ولقاء هام والكل سيشاهد هذا اللقاء، وهو لقاء مانشستر سيتي وورارا ريد في المباراه التي ستحسم من سيوصل الى نهائي كاس العالم للانديه ومن سيتقابل مع الاهلي في البرونزيه او الحصول على البرونزيه. اليوم لقاءات هامه، مباراه مانشستر سيتي وورارا في الثامنه ومباراه بيراميدز وصن داونز في السادسه مساء. اتمنى من كل حبايب الحريف في كل مكان، لو الحلقه عجبتك لا تبخل لحبيبك الحريف، نوصل باذن المولى عز وجل بالحلقه ال 5000 لايك، دعم لاخوك حبيبك الحريف الذي يسعى لسعادتك المشترك، شكرا لنزل الشرك وفعل الذكر ليصل كل ما هو جديد. اتمنى لكل حبايب الحريف في كل مكان يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.